كما كان منتظرا حط كريستيان غوركوف الناخب الوطني الجديد الرحال بمطار هواري بومدين صباحة الاثنين. رحلة المدرب الفرنسي تأخرت لأكثر من ساعة، حيث كان منتظرا وصوله على الساعة 10:30 صباحا، إلا أن الطائرة القادمة من الأراضي الفرنسية حطت الرحال بالمطار الدولي على 11:35، أين كان في استقبال المدرب الفرنسي كل من مسؤولي المنتخبات الوطنية وليد صادي ومناجير الخضر يزيد منصوري. التقني الفرنسي الذي جاء رفقة غيوم ماريا المحضر البدني الجديد حظي باستقبال بعض الأنصار الذين سلموه باقة ورد ووشاحا كعربون ترحيب به في الجزائر. وفي تصريح حصري للهداف تي في مباشرة بعد وصوله، قال غوركوف إنه قدم إلى الجزائر من أجل رفع التحدي وتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة العمل الكبير الذي قام به الناخب الوطني السابق وحيد حليلوزيتش.